مخابرات امن الدوله، قناصه من حماس، اقتحام سجون، كل مخابرات كل مخابرات في دوله اسمها قزاقستان كانت مخابراتها موجوده هنا، داغستان دوله مخابراتها موجوده هنا. يعني دول ايران ايلان جرابيل وبرلاند ليفي عراب الخليفه العبري اللي احنا فيه ده، كل هذه الجواسيس كانوا موجودين متواجدين في قلب ميدان التحرير. وتحينها انت تقول لي ثوره وقناصه بتوع حماس والبلاك ووتر وحرق انسان الدوله؟ انت حرمه الدوله انتهكت في 25 يناير عندما تحدثني عن دوله مصريه للاسف. ورغم كل ذلك الدكتور اللي حضرتك كنت بتقول في المقدمه، رغم ذلك الدوله لم تسقط، بدليل ان احنا الفيديوهات اللي احنا الدكتور عبد الرحيم علي الراجل الوطني المحترم اللي عرضها من خلال برامجه من خلال بابا نيوز، الفيديوهات اللي احنا كلنا كنا بنشوفها وهم فرحانين قوي، كانوا فرحانين بقى خلاص كل واحد داخل بيأسر التركه، كان خلاص فاكرين الدوله سقطت. هؤلاء انا بطالب بالاعدام، يعني محمد عادل واسماء محفوظ واسراء فتحي وكل هذه الشخصيات لابد ان تعدم. من ينتهك حرمه دولته في ظل هذه الظروف الصعبه، وان هم تدربوا اسماء محفوظ نفسها اعترفت قالت لك ان احنا تدربنا في صربيا على قلب نظام الحكم. صح. والاخ محمد والاخ احمد دومه اللي الناس كلها بتقول لك بريء طلع قال لك لا ده بكل فخر مفيش حاجه اسمها ثوره سلميه، احنا خططنا لاختطاف ضباط الشرطه وبدلتهم بتبدل بمين يا حبيبي؟ هقول لك بقى معلومه بالنسبه للاخ احمد دومه. احمد دومه كان بيتدرب مع حماس ودخل جوه وكان له قضيه واتسجن مجموعه من الشهور وطلع. احمد دومه والاخ محمد عادل الناس اللي من الاخر يعني هم دول برضو كانوا بيدربوا في حماس. طبعا يا فندم طبعا ده احنا في حلقه ثانيه هنكملها مع بعض علاقه 6 ابريل بحماس لانها كلها حلقه متصله يعني. تم رفض السيد عمر سليمان ابلغ الرئيس محمد حسني مبارك قبل 25 يناير بخمس شهور، قال له اسرائيل في حاجه غريبه جدا، الموساد الاسرائيلي والمسؤولين في اسرائيل بيقولوا لابد ان لا نبرم اي اتفاقيه تجاريه مع محمد حسني مبارك، فنظام محمد حسني مبارك قد سقط. الكلام ده تم ما بين الرئيس محمد حسني مبارك بين اللواء عمر سليمان. فقال له يعني سقط ازاي؟ قال له هم بيتم الاعداد لجماعه الاخوان بان هم يكونوا، قال له ازاي الاخوان امسكوا الحكم؟ قال له خيرت الشاطر؟ قال له لا. قال له محمد مرسي. قال له محمد مرسي ده شخصيه يعني مجرد واحد جه هنا كان في سنه 2000 خاض الانتخابات برئيس الكتله البرلمانيه، مجرد شخصيه عاديه اللي بيسيطر على جماعه المفروض ان هو راجل اعمال الجماعه مين؟ خالد الشاطر، لانه هو اللي عمل الخليه بتاعت مدينه نصر واللي احنا شفناها كلها في القضيه المشهوره. معلش سؤال بقى، هل في شركات حتى لحد النهارده تبع الاخوان او خالد الشاطر؟ اه طبعا. خلينا بس نكمل قصه محمد مرسي. اه لا برضه دي لا للاسف ما موجوده. موجوده. موجوده وشركات مشهوره جدا. يعني شركات مشهوره جدا تمام؟ اتفضل. محمد مرسي في ظل هذه الفتره بعد كده الاجهزه الامنيه المصريه بدات ترصد خطوات الاخوان وتحركاتهم. السيد عمر سليمان كان مع ان جماعه الاخوان المسلمين ياخدوا عدد المقاعد مشابه لعدد هم 88 مقعد في 2005 عشان يعملوا في العلن. قالوا العمل في العلن مثل هذه الجماعات احسن من العمل في السر، لان لما اعمل في العلن هبقى عارف الخطه بتاعتك او انت بتفكر ازاي. طبعا للاسف الخطا الذي وقع فيه السيد احمد عز رجل اعمال عندما اكثر جميع واكثر معارضه، وكانت من ضمن اهم اسباب 25 يناير عندما استهتر بالجميع وقام بتزوير الانتخابات، وكانت الطامه الكبرى طبعا في الحزب الوطني وقامت ما حدث يعني، مع ان ده ما كانش سبب يعني، ده كانت خدوها حجه عشان خاطر تقوم القصه. فهنا تم رصد مكالمات ما بين محمد مرسي والمخابرات التركيه وبين محمد مرسي والمخابرات الاسرائيليه. عايز اقول لحضرتك اليك يعني هناك 15 اجتماع تم بين قطر وتركيا واسرائيل لمجموعه من الدول، وهي المخابرات الالمانيه، المخابرات الاستراليه، المخابرات القطريه، المخابرات التركيه، المخابرات الاسرائيليه. كل هذه اجهزه الاستخبارات اجتمعت في تركيا بتمويل قطري. وكانت قطر تصرف على هذه الاجتماعات من اجل اسقاط الدوله المصريه. وكان همله الوصل، الواحد بيقول لي هو الاخوان لهم علاقه بالموساد واسرائيل؟ اه. همله الوصل في كل هذه الاجتماعات حاخام اسمه مارك شناير. يرجعوا كده في النت يكتبوا بس الحاخام مارك شناير. مارك شناير هذا الحاخام الذي كان مشرف على كل الفوضى التي حدثت في ميدان التحرير. التي حدثت في ميدان التحرير. طبعا تدخل مباشر من الموساد الاسرائيلي. طبعا. وعلاقه الاخوان. فكل هذه القضايا بدا كده عمل ايه؟ ان احنا لازم نقبض على محمد مرسي وجماعه الاخوان. تم القبض عليهم وتم ايداعهم السجون.
طبعا عمليه اقتحام السجون تمت بشكل كبير، وزي ما احنا قلنا زي ما احنا شفنا كلنا اتحاد سجن النيابه فؤاد المنظور قالت عناصر حزب الله وحماس تدربوا على يد الحرس الثوري الايراني في مدينه خان يونس في قطاع غزه. ومن هنا تم القبض على محمد مرسي. عندما تم اقتحام السجون في 25 يناير ما كانش لسه الصحيفه الجنائيه لحقت تتعمل لمحمد مرسي. فالصحيفه الجنائيه مش معموله، ما كانش لسه احكام، ما كانش فيه محاكمات. ومن هنا استطاع محمد مرسي ان يترشح للرئاسه من خلال الساده عصير الليمون في مؤتمر فيرمونت الشهير. في مؤتمر فيرمونت الشهير. كده خلصنا في قصه الاخ محمد مرسي وجماعه الاخوان. يعني